بالنسبة لوزارة الدفاع تفعل بعض الإجراءات حاليا برغم أن في هذا الصباح وبرغم ما ذكرها السيد الوزير أوستن مع نائبه. أود أن أستوضح بعض الأمر بشأن الجدول الزمني، حيث أن هناك بعض العمليات والوحدات التي تعمل فيها الإغاثة اللاجئة، وأيضا هناك نقل بعض القوة في بعض المناطق خلال الأشهر الماضية. كم من الوقت مضى ومن المسؤول؟ شكرا جزيلا. لن أقدم أي دقيقة بدقيقة بشأن هذا الحديث، حيث تناولنا الكثير من التفاصيل بشأن الوحدات العاجلة لتقديم الخدمات الطبية. لابد أن يكون هناك اتصالات آمنة ومسارات آمنة باتباع كافة الإجراءات التي اتبعناها في الماضي، ولم يكن هناك اتصالات آمنة، وتم اتخاذ القرار من أجل أن تكون هناك نقل للسلطة وتفويض للسيد الوزير، ولا يوجد أي فجوات في منظومة القيادة والسيطرة كما ذكرنا. إن لم يكن هناك أي فجوات، لماذا لم تتمكن إلى تقسيم هذا الأمر دقيقة بدقيقة؟ فيما يتعلق بالمراجعة هناك كثير من التفاصيل. منذ يناير الثاني من يناير كانت هناك الكثير من التفاعلات، فبالتالي هناك فجوة تبلغ مدتها الزمنية ساعتين. أسألك عن هذا الأمر مرة أخرى، لا يوجد أي فجوات، ومنظومة القيادة والسيطرة لدى وزارة الدفاع الأمريكية كما ذكر الوزير الدفاع ونائبه أنهم مسؤولين دائما. لقد شهد اليوم أنه لم يكن على دراية عندما تم إخبار طاقم العمل أنه في المستشفى. كانت هناك اتصالات داخل المنزل وكانت هناك عربة الإسعاف. هل هذا يشير إلى فجوة في عملية الاتصالات وفي منظومة الاتصالات؟ أنه ينتقل في كل الأماكن بكافة معدات الاتصالات. من أجل أن نضع هذا في السياق المناسب، هل تحملين هاتفك في كل مكان تذهبين إليه على مدار الساعة؟ ربما لا، ولكنه شهد أنه لم يكن لديه هاتف خلوي. لديه حق الوصول إلى بعض الأجهزة الخاصة التي تسافر معه في كل الأوقات. مرة أخرى، إن كان يحتاج إلى الاتصال الآمن بأحد القيادات واتخاذ بعض قرارات القيادة والسيطرة مرة أخرى، هناك بالطبع بعض الخطوات وفردا ما يمكن أن يقدم له ما يريد أن يفعله من أجل إرساء العمليات. فيما يتعلق بالغزة، هناك الكثير من والآلاف من الأفراد الذين قتلوا في بعض البقاع بسبب القوات العسكرية الإسرائيلية، وأيضا هناك كما ذكرتم بعض الخطوات للحد من الخسائر في صفوف المدنيين. لقد رأينا التقرير بشكل واضح. هناك بالطبع بعض المحاذير والتحذيرات بشأن الموقف الراهن، بشأن المأساة التي تنتج عن هذه الأزمة، وأنا سعيد وأنا آسف عما حدث في خسارة الأرواح. ونحن نقر بالفعل كما ذكرت أن هناك الكثير من المدنيين الذين قتلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسوف نؤكد أن الحياة المدنيين لابد من حمايتها بشكل كبير. نحن على دراية أن الأبيض على تواصل دائم مع الحكومة من أجل بدء إجراءات التحقيقات فيما حدث، والموقف الراهن أيضا له أهمية كبيرة من أجل ضمان أن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات الإنسانية التي تقدم إلى الشعب الفلسطيني في غزة من خلال أدوات ومسارات آمنة. والحكومة الأمريكية سوف تعمل عن كثب مع كافة الشركاء في المنطقة، ولكن هذا يؤكد أن في هذا الموقف المطالب لإسرائيل أن يتم محاسبة من يتسبب في قتل المدنيين، من ولابد من اتخاذ كافة المحاذير خلال تنفيذ العمليات العسكرية، ولابد من وضع كافة الأطر الخاصة بحماية المدنيين في صراعهم ضد حماس. وكما ذكر هذا الأمر وأكده وزير الدفاع الأمريكي، هل هذا طلب من جانب البيت الأبيض أو الحكومة لإجراء التحقيق؟ أنا لا أتابع أي لا يوجد معلومات لدي بأي مطالب من جانب وزارة الدفاع في هذا الأمر. في البداية، هل كان هناك هجمات ضد القوات الأمريكية مؤخرا؟ لا أدري، هل في العراق أو سوريا؟ لا.
ماذا بشأن موقف الحوثيين؟ كما ذكر في التقرير أن هناك بعض العدائيات ضد السفن، وتم استحاب بعض ومرافقة السفن إلى البحر الأحمر. هل رأت القوات البحرية الأمريكية أي من هذه السفن؟ وهل وصل الصينيين للمساعدة في الحد والتهدئة الموقف والمساعدة في مجابهة الحوثيين؟ ليس لدي بعض الإحصائيات بشأن السفن الصينية فيما يتعلق بدور الجانب الصيني في مجابهة هذه الهجمات ودعم عمليات الملاحة الحرة. لقد تحدثت سابقا أننا نرحب بأي عمليات إنتاجية وأي دور إيجابي من جانب الصين، ولكن وفقا لمعلوماتي لم يقدموا أي عروضا لتنفيذ أي عمليات إيجابية لحماية الملاحة وحريتها في البحر الأحمر. من أجل المتابعة بشأن الهجمات في سوريا والعراق منذ آخر تقرير، منذ آخر هجمة، ربما تكون هناك الكثير من التغيرات، وهناك كثير من التقييمات أيضا. تم استعادة قوة الردع، هل هذا تم بالفعل؟